كلمه واحده بسيطه، ان البلد بحاجه لاداره وقرار. بعد مشروعنا عن السياسه والتكسبات الشخصيه، احنا نتكلم عن ثلاث قضايا بالكويت: اسكان، تربيه، وتعليم، وصحه. انا متاكد اذا حلينا قضيه الاسكان الثنتين الجايات راح اوتوماتيكي ينحلون ويانا. تخاذلنا عدم اهتمامنا بديرتنا، حبنا للكراسي. انا دائما اقول وعيدها وكل مكان اعيدها، الواحد المسؤول اذا قاعد على كرسيه الوثير حط حزام الامان ولا يرضى يفتشه. الحين مصلحتنا الكويت هي الاساس. ليش البلديه انتقاض الاراضي؟ اسباب واهيه. افتحوا الاراضي من باكر، تفتحي الاراضي شوف الاسعار شو راح تنزل. شفنا كثير من الاجانب والعرب وبعض الكويتيين اللي كانوا يشتغلون برا قلدوا أوسمة تحرير الكويت، ولا واحد فينا خذها. أنا يوم عملت آسف كلنا يوم عملنا تطربني بذكريات، وهذه مؤلمة جدا. عمرها الكويت ما تدار بهالطريقة هذه، لكن الحزم ثم الحزم والمساءلة هي الأساس. في هذا المكان قبل مدة أجريت اللقاء مع الفقيد في هذا المكان وبهالكرسي. الدنيا ذكريات، نعيشها ذكريات، والحياة ذكريات. يوم كنت أحاوره وتناقش معه كنت أسمع منه أغنية جميلة تخرج من خلال الكلمات اللي يقولها في عشقه وحبه للكويت. هو من الشخصيات النادرة اللي لقيته يتكلم بإخلاص في حب في حق هذا الوطن، وأن يضع الأسس لحل مشاكل هذا الوطن. سألت سؤال عن الشهداء، عن الكويت، فدمعت عينه. أثر فيني وايد هاللقاء هذا، لكن هذه سنة الحياة. لذلك أقول الإنسان إذا رحل من هذه الدنيا ما يبقى إلا ذكراه. كل من يقول الله يرحمه الله يغفر له، اليوم شوفوا التويتر كل من يقول الله يرحمه ويغفر. لذلك أقول للمتصارعين، أقول لمن يتصارع من أجل الكرسي، ترى إن رحلت يمكن ما تلقى إنسان مخلص لك يقول الله يرحمك الله يغفر لك. هذا الرجل اليوم كل الكويت وكل محبينا يدعون له إن الله سبحانه وتعالى يصبر هلا ويغفر له ذنوبه ويسكن فسيحة جناته.
باكر الساعة 9 في مقبرة الصليبيخات، الدفان واطلب الدعاء له صلى الله يغفر له. لكن هذه حال الدنيا، وليت ناخذ العبرة من الحياة اللي نعيشها. عشنا 60 70 50 80 كلنا راحلون، لكن تبقى الذكرى ويبقى